بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله مع بعض في الايه في اللاب ده عن الاي بي فيرجن 6، وازاي نعمل لاب كده بيزك كونفيجريشن للايه للاي بي فيرجن 6. زي ما انتم شايفين طبعا قدامنا في الايه في التوبولوجي موجود عندنا ده اربع راوترات، في ار 1 ار 2 ار 3 ار 4. زي ما انتم شايفين كل انترفيس واخد جلوبال اي بي ادرس، طبعا ده اي بي فيرجن ايه 6، ده اللي هو الايه جلوبال يونيك ادرس اللي موجود عندنا. وعندنا الراوتر 3 المفروض هيسحب اي بي ادرس بالايه بالدي اتش سي بي فيرجن 6 منين؟ من الراوتر السيرفر بالنسبه لنا اللي هو راوتر ار 2. وعندنا راوتر ار 4 المفروض هيسحب اي بي ادرس من خلال الستيتلس ادرس اوتو ايه كونفيجريشن. تعالوا كده مع بعض نفتح الايه الراوترز بتاعتنا ونبتدي اللي احنا ندي الايه الكونفيجريشن ده. مثلا راوتر ار 1 ار 2 ار 3 ار كام ار 4. تعالوا كده نخش نكتب الايه الكونفيجريشن بتاعتنا الايه البيزك. اول حاجه اندو تيرمينال مونيتور، هنصغر برضو الايه للشاشه عشان نبقى احنا شايفين التوبولوجي مع بعض. زي ما انتم شايفين كده احنا ايه باصين على التوبولوجي عشان نقدر نعمل الايه الكونفيجريشن بتاعتنا. طيب اول حاجه في الاي بي فيرجن 6 اللي انت المفروض هتفعل الموديول بتاع الاي بي فيرجن 6. دخلنا على السيستم فيو كتبنا اي بي فيرجن 6. مجرد لما كتبت الامر ده انا كده بفعل موديول الاي بي فيرجن 6 على الراوتر بتاعي. باول خطوه لازم تفعل موديول الاي بي فيرجن 6 على الايه الراوتر. بعد كده هتدخل على الانترفيسز اللي موجوده عندك. طبعا زي ما احنا عرفنا مع بعض الانترفيس الواحد في الاي بي فيرجن 6 بيقدر ياخد اكتر من ايه من ادرس. هياخد الادرس اللي هو اللينك لوكال بتاعه وهنديله الادرس الايه الجلوبال. تعالى كده مع بعض هنخش على اول انترفيس معانا على الراوتر اللي هو جيجا 0 على 0 على 0. هنبتدي نقول له اي بي فيرجن 6 انيبل، فعل لي الاي بي فيرجن 6. هتقول له اي بي فيرجن 6 ادرس، اول حاجه هتدي له الاي بي فيرجن 6 ادرس اوتو لينك لوكال. انا عاوز اول حاجه ايه افعل الايه اللينك لوكال ادرس، وبعد كده اقول له اي بي فيرجن 6 ادرس وابتدي اديله الايه الادرس الجلوبال بتاعي اللي زي ما احنا شايفين مع بعض 2001 كام 1، واديله البيرفكس بتاعتي اللي هي كام 64. يبقى انا كده اديت اول حاجه الاي بي ادرس للايه للراوتر اللي هو ار كام ار 1. تعالى كده على ار 2 برضو بالمثل نعمل الايه الكونفيجريشن بتاعتنا اندو تيرمينال ايه تيرمينال مونيتور. بعد كده هتخش على السيستم فيو نفس الكلام، هتفعل الاي بي فيرجن 6، هتبتدي تخش على الانترفيس المقابل لراوتر ار كام ار 1 اللي هو انترفيس جيجا 0 على 0 على 0. هتقول له اي بي فيرجن 6 انيبل عشان تفعل الاي بي فيرجن 6 على الانترفيس. بعد كده هتقول له اي بي فيرجن 6 ادرس وهتبتدي تديله الادرس اللي اول حاجه هنديله اللينك لوكال، يبقى هتقول له اي بي فيرجن 6 ادرس اوتو لينك لوكال. بعد كده هتقول له اي بي فيرجن 6 ادرس وتديله الجلوبال ادرس اللي هو كام 2001 كام 2، وتديله طبعا البيرفكس بتاعك اللي هو كام 64. بمجرد لما انت عملت كده وحابب تست الكونكتيفيتي ما بين ار 1 وار 2 هتشوف الاول حاله الانترفيسز ديسبلاي اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف. ورينا حاله الايه الانترفيس بتاعنا اللي هو اللي شغال بالاي بي فيرجن 6، هيقول لك حالته فيزيكال اب، البروتوكول بالنسبه لك ايه اب، يبقى كده الدنيا تمام ما عندكش اي ايه اي مشكله. طيب عاوز تست الايه الكونكتيفيتي، يبقى انت هتقول بينج اي بي فيرجن 6 وتبتدي اللي انت تديله الاي بي اللي انت هتبنج عليه. هبنج هنا على 2001 كام 1 اللي هو اي بي الراوتر ايه اللي قصادي، بدا يرد عليا يبقى انا كده الدنيا بالنسبه لي تمام. هنخش في ار 2 على الانترفيسز الثانيه اللي عندي، ما انا عندي ايه اكتر من ايه من انترفيس. هخش بقى على الانترفيس اللي هو جيجا 0 على 0 على 1 اللي هو الانترفيس المقابل للراوتر كام
اللي هو الراوتر R3 اللي المفروض يسحب بالايه بال DHCP، وابتدي اقول له IP version 6 enable نفس الكلام. بعد كده هقول له IP version 6 address، وبنفس الاسلوب هقول له auto link ايه link local، شغل لي اللينك لوكال ادرس على الايه الانترفيس ده، واقول له IP version 6 address وادي له الادرس الايه جلوبال 2002 كام 2. البرفكس طبعا بتاعنا 4 وكام 64. بالمثل هدخل على الانترفيس اللي هو كام، قال لك انترفيس جيجا 0 على 0 على 2، هقول له IP version 6 enable، هقول له IP version 6 address auto لينك ايه لينك لوكال. بعد كده اقول له IP version 6 address وابتدي اديله الايه الادرس بتاعي الجلوبال اللي هو 2003 كام 2. البرفكس بتاعي 64. كده الدنيا بالنسبه لنا لحد الان هي تعتبر ايه كويس. انت عملت بس البيزك كونفيجريشن بتاعه الاي بي فيجن 6 على راوتر R1 وR2. هتخش على الراوتر R3 وتبتدي بقى الحته الايه الجديده. انت دلوقتي عاوز الراجل ده يسحب بالايه بالدي اتش سي بي، هتعمل ايه؟ المفروض تفعل الدي اتش سي بي سيرفر على ار كام R2. يعني المفروض دلوقتي انت هتيجي على R2 وتفعل الايه الدي اتش سي بي سيرفر اللي موجود عندك. طب هتفعله ازاي؟ قالك بكل بساطه كده، هتفعل اول حاجه الدي اتش سي بي، هتقول له دي اتش سي بي انيبل فعل لي الدي اتش سي بي. بعد ما فعلت الدي اتش سي بي هتقول له دي اتش سي بي فيرجن 6 تمام بول، هتعمل بول خاصه بالايه بالدي اتش سي بي فيرجن 6 وليكن اسمها بي 1. طب البول ده هتعمل ايه؟ قالك المفروض هتوزع في الايه في النتورك ايه بيرفكس. يعني انت المفروض دلوقتي هتقول نتورك بيرفكس تمام، هتبتدي توزع في الايه في البيرفكس كذا. يبقى انت المفروض هتيجي تقول، لو انت جيت بصيت على الاوامر اللي انت ممكن تعملها في الايه في الدي اتش سي بي فيرجن 6 بول، تعالى كده بص، نفترض ان انت دلوقتي وانت بتشتغل بصيت على الايه الاوامر المتاحه في الايه في البول. يعني تعالى بص كده معانا اهو، دي الايه الاوامر المتاحه اللي انت ممكن تعملها ايه او تكتبها على الايه البول اللي موجود عندك. يعني انت دلوقتي بتكريت الايه البول، فانت محتاج اللي انت تعرف الايه الادرس بتاعك. فهتيجي تقول له مثلا ادرس، هتعمل علامة استفهام، هيقول لك اكتب لي الايه البرفكس. هتقول له انت هتوزع في النتورك كام 2002، يعني انا هوزع دلوقتي في نتورك كام 2002 سلاش 64، ده الطبيعي اللي انا هوزع في الايه في النتورك دي. يبقى انت كده البول دي هتوزع في الايه في النتورك دي. لحد دلوقتي الدنيا تمام، ما عندكش اي مشكله. طب انت المفروض تخش على الانترفيس تفعل الايه اللي هو يبتدي يبعت الاوفر منين؟ من الانترفيس اللي هو جيجا 0 على 0 على 1. يبقى انت المفروض تدخل على انترفيس جيجا 0 على 0 على 1 وتبتدي تقول له دي اتش سي بي فيرجن 6 سيرفر. الراجل ده تبع السيرفر اللي هو مين؟ تبع بي 1 اللي هي البول اللي موجود عندك. يعني هيبعت الاوفر بتاع البول اللي هي بي كام؟ بي 1. بعد كده هيعمل ايه؟ قال لك انا ظبطت كده الايه الكونفيجريشن بتاعت الايه الدي اتش سي بي، فالمفروض اخش على الراوتر اللي هو R3 اللي موجود عندي. هدخل مثلا على الراوتر R3 اقول له undo terminal monitor. بعد كده هدخل على السيستم فيو، اول حاجه هفعل الاي بي فيرجن 6 الموديول بتاعنا. هدخل على الانترفيس اللي هو جيجا 0 على 0 على 1، هبتدي اقول له اي بي فيرجن 6 enable فعل لي الايه الاي بي فيرجن 6. اي بي فيرجن 6 address auto لينك لوكال، هفعل الايه اللينك لوكال عادي. بعد ما فعلت اللينك لوكال المفروض اعمل ايه؟ هفعل الدي اتش سي بي اللي على الانترفيس، اقول له اي بي فيرجن 6 ادرس دي اتش سي بي تمام. يعني انا عاوز اخد الايه الاي بي ادرس بتاعي بالايه بالدي اتش سي بي. يبقى انت هتقول له اي بي فيرجن 6 ادرس اوتو وتقول له دي اتش سي بي، هتاخد الاي بي بتاعك بالايه بالدي اتش سي بي. قال لك هنا معلوم، قال لك اللي في عندك خطا اللي انت لازم تفعل الدي اتش سي بي في الاول. يبقى انت المفروض ترجع كده تفعل الايه الدي اتش سي بي. يبقى انت هتقول له دي اتش سي بي انيبل فعلنا الايه الدي اتش سي بي. بعد ما فعلنا الدي اتش سي بي هنرجع تاني للانترفيس جيجا 0 على 0 على 1، هتقول له ديسبلايز
ولينا كونفيجريشن، ما عملش الكونفيجريشن بتاعك هتبتدي تزود الكونفيجريشن اي بي فيرجن 6 ادرس اوتو دي اتش سي بي، هياخد بالايه؟ بالدي اتش سي بي. مجرد لما انت كتبت الامر ده المفروض الانترفيس ده يسحب اي بي ادرس في رينج الشبكه اللي هو كام؟ 2002. تعالوا كده نشوف فعلا هو سحب اي بي ولا لا. هتقول له ديسبلاي اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف، ورينا كده الدنيا بتاعتك وايه الوضع بتاع الانترفيس. قال لك فعلا سحب اي بي زي ما انتم شايفين اللي هو 2002 كام؟ 2002 1. يعني دلوقتي لو انت بنكت على ده، وانا جيت اقول بينج اي بي فيرجن 6، هبنج على الاي بي فيرجن 6 اللي هو كام؟ اللي هو 2002 كام؟ 2. المفروض هي ايه؟ هيبتدي اللي هو يبنج ايه معاك. يعني انت دلوقتي بعت بتبنج على الايه 2002 2، فهو هيبنج ايه معك. طبعا هو ممكن ياخد وقت معاك على ما يبتدي اللي هو ايه يبنج، لكن انت لو بصيت على ديسبلاي اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف هتلاقي الانترفيس اصلا بتاعك بقى ايه اب. يعني لو انت جيت تبص كده هتلاقي الانترفيس بتاعك ايه اب، ما عندكش اي مشاكل. ولو جيت تبص على الراوتر اللي هو ار 2 وجيت تقول ديسبلاي اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف، هتلاقي الدنيا بتاعتك ايه اب. الراجل ده واخد كام؟ واخد 2002 عادي، ما عندوش اي مشكله وشغال وحالته ايه اب. تعالوا نجرب تاني مع بعض الايه البنج، اهو بنج اي بي فيرجن 6، وبعد كده تقول له بنج على 2002 كام؟ 2002 1. احيانا طبعا في الايه في الان اس بي بيحصل معاك بعض الايه التهنيجات او زي ما بنقول بعض الايه الهنج وانت شغال. فهنا طبعا القصه اللي انت لما بتبنج ممكن يعمل معاك ايه ريكوست تايم اوت. بس طبعا في المشكله هنا مش حته ايه بنج، يعني لو انت فكرت دلوقتي معايا هتقول لي الدنيا تمام والجو شغال، طب ايه حته البنج دي؟ هقول لك لان ممكن الراوتر ار 2 لما يجي يبنج بيبنج من انترفيس اللي هو شغال في شبكه ثانيه، وراوتر ار 3 اصلا ما يعرفش الايه الشبكه دي، فلما يجي يرد عليه في الايكو ايه ريبلاي ما بيقدرش يرد على الاي بي ده. طب انت هتتاكد ازاي؟ هتقول له بينج اي بي فيرجن 6. تعالوا كده نجرب الايه القصه بتاعتنا بينج اي بي فيرجن 6 داش ايه، الاوبشن اللي هو ايه داش ايه. يعني عاوزك تبنج لي من سبيسيفيك سورس لايه سبيسيفيك ديستنيشن، عاوزك تبنج لي من ده لمين؟ ل 2002 كام 1. لو انت عملت حاجه زي دي، يعني انت بتبنج من سبيسيفيك سورس لايه سبيسيفيك ديستنيشن، يعني انا ببنج من 2002 ل 2000 وكام 1، فهو المفروض اوريدي الراوتر بتاعك عارف الايه الشبكه. بس طبعا في هنج زي ما قلنا في الايه في النتورك في الحاله دي. لكن لو انت على الطبيعه راوتر ار 2 يقدر يبنج عادي على الراوتر ار كام؟ ار 3. يعني لو انت جيت على ار 3 وقلت ان انا عاوز ابنج من بينج اي بي فيرجن 6 ادرس، سوري بينج اي بي فيرجن 6 عاوز ابنج داش اي من سبيسيفيك سورس اللي هو كام 2002 1 لحد مين 2002 2، المفروض هي ايه هيبنج معاك عادي. لو ما عملش بنج يبقى الفكره هنا او القصه بتاعتك كلها في الايه في الاي ان اس بي. لكن انت كده اوريدي الكونفيجريشن بتاع الدي اتش سي بي تمام، الديفايس بتاعك او الراوتر ار 3 سحب. يعني انت لو جيت تقول له ديسبلاي اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف، ايه اللي بيحصل معاك؟ انت ساحب اي بي، ساحب اي بي عادي ما عندكش اي ايه مشكله. طول ما انت سحبت الاي بي يعني الراوتر ده اخد اي بي على الانترفيس ده، يبقى الدنيا بالنسبه لك ايه تمام. عشان طبعا في ناس كتير بيحصل معاها مشكله في الان اس بي اللي هو بيبتدي يقول لي ده ما بيبنكش معايا. طيب حته البنج دي بتبقى ايه زي هانج كده في الايه في الان اس بي نفسه. لكن طول ما انت اوريدي الكونفيجريشن بتاعك سليم يبقى الدنيا ايه تمام. يعني حتى انت لما جيت تبنج من ار 1 لما جينا بنج على اللينكه اللي هي من ار 1 لار كام لار 2، الدنيا كانت بالنسبه لنا تمام وكان بنج. يعني لو انت جيت تقول بنج اي بي فيرجن 6 وقمت مبنج على اللينك اللي هي 2000 وكام 2001 كام بالنسبه لنا هنا 2،
بيبلج معاك عادي، ما عندكش اي ايه اي مشكله. الفكره كلها كانت في اللينكه بتاعت مين؟ في اللينكه بتاعت ار 2. هتقول لي طب ما تراجع كده الايه الكونفيجريشن. يعني انت مثلا لو دخلت على ار 2 دلوقتي ودخلت على الانترفيس وقلت ديسبلاي ذس علشان تشوف له ايه الكونفيجريشن اللي انت عامله، فهنا بالنسبه لنا الكونفيجريشن مظبوط، اللينك لوكال شغال واخد الايه الاي بي ادرس عادي. طب لو انت رحت على انترفيس ار 3 وقلت له ديسبلاي ذس برضه نفس الايه الكلام، اي بي فيرجن 6 انيبل واخد اللينك لوكال شغال، يبقى انت كده اوريدي الدنيا بتاعتك تمام، ما عندكش اي ايه اي مشكله. يبقى احنا كده عملنا تاني حاجه اللي احنا خلينا الايه الراوتر ار 3 يسحب بالدي اتش اس بي. طيب ايه حته بقى السلاك اللي هو الستيتلس ادرس اوتو كونفيجريشن؟ القصه كلها لو انت جيت هنا على الراوتر ار 2 ودخلت على انترفيس جيجا 0 على 0 على 2 وادينا كده كونفيجريشن ديسبلاي ذس، الكونفيجريشن بتاعتك تمام، فعلت اللينك لوكال، ظبطت الادرس بتاعك، عملت الكلام ده كله ايه تمام. تيجي على الراوتر ار 4 هتعمل ايه؟ قال لك باي ديفولت الايه الراوترز بتاعت هواوي ما بتدعمش الراوتر ادفرتايزمنت، لان احنا عارفين في مبدا الايه السلاك اللي انت المفروض الراوتر هيبعت راوتر ايه سوليسيت علشان يطلب منه النتورك ايه بيرفكس، ده الطبيعي. فانت هتيجي هنا هتعمل برضو ايه، هتقول له اندو تيرمينال مونيتور، هتفعل الاي بي فيرجن 6 زي ما انت شايف اي بي فيرجن 6. بعد ما فعلت الاي بي فيرجن 6 هتخش على الانترفيس بتاعك. خلينا الاول نشتغل على الراوتر ايه ار 2، نخليه يطلع الايه الراوتر ادفرتايزمنت. يبقى اول حاجه خش برضو على الراوتر ار 2 من على الانترفيس بتاعك وتقول له اندو، لو انت جيت تقول له اندو اي بي فيرجن 6 نيبر ديسكفري راوتر ادفرتايز، تمام راوتر ايه ادفرتايزمنت، قول له ايه هالت. معنى كلامك كده ان انت بتقول له اسمح بالراوتر ايه ادفرتايزمنت اللي هو يطلع منين بالانترفيس ده. ولو جيت على الراوتر ار 4 ودخلت وقلت ايه على الانترفيس اللي هو جيجا 0 على 0 على كام، وركز بقى معانا جيجا 0 على 0 على كام على 2، ودخلت وقلت له اي بي فيرجن 6 انيبل، وبعد كده قمت رايح قايل له اي بي فيرجن 6 ادرس اوتو لينك لوكال، انت بتفعل الايه اللينك لوكال، وقلت له اي بي فيرجن 6 ادرس، وقلت له ايه اوتو، يعني انت المفروض هتسحب بالايه دلوقتي ايه اوتو، بس هتقول له المره دي اوتو ايه جلوبال، يعني هتسحب اوتو على الايه على الجلوبال وتايه وتنفذ الايه الامر كده. المفروض الايه الراوتر ار 4 هيبتدي اللي هو يسحب اي بي ادرس بشكل ايه ستيتلس اوتو كونفيجريشن. هتتاكد ازاي؟ ديسبلاي اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف، لو انت نفذت امر زي ده تلاقي فعلا الراوتر بدا يسحب معاك بالايه بالستيتلس او 2003، وبدا اللي هو ياخد الايه الجزء اللي هو بتاع الماك ادرس بتاع الانترفيس وبدا ينسرت ما بين الماك ادرس اف اف اي اف اي. ده الكلام طبعا اللي احنا ايه متفقين عليه واللي احنا قلناه في الجزء الايه النظري. تعالوا كده قبل ما ننهي اللاب بتاعنا نحاول لبنج تاني ونشوف هل اوريدي البنج هيشتغل معاك ولا لا. لو انت جيت تقول بنج اي بي فيرجن 6، يعني واحنا جينا بقى ايه نبنج، خلينا نبنج من ار 4 الاول اهو، بنج اي بي فيرجن 6، لو انت جيت تقول بنج اي بي فيرجن 6 انا عاوزك تبنج لي على 2003 كام 2، بدا يبنج معاك عادي. يبقى كده ايه الكلام، القصه كلها بتبقى هنج في الايه في الاي ان اس بي. فخلينا برضو نجرب مع بعض الجزء اللي احنا كنا عملناه وما بنجش ايه معانا. لو انت جيت تبنج هنا على 2002 واحد برضو هنا مازال ايه عندك مشكله برضو في ايه في البنج اللي هو ايه معلق بيدي لك ايه ريكويست تايم اوت. طيب حته الريكويست تايم اوت دي ليه؟ احنا قلنا ممكن لا اما الراوتر ار 2 واخد انترفيس راوتر ار 3 اصلا مش عارفه وبالتالي بيحصل معاك مشكله. فعلشان كده قلت لك ممكن نجرب برضو بنج اي بي فيرجن 6 داش اي اللي انت هتبنج من سبيسيفيك سورس اللي هو 2002 كام 2 لحد 2002 كام 1، هتشوف هل هيرد عليك ولا لا. انت بتبنج دلوقتي من ايه؟ من سبيسيفيك سورس الايه
سبيسيفيك ديستنيشن، بس برضه بيحصل معاك نفس المشكله، فانت كده اوريدي اللاب بتاعك تمام ما عندكش اي مشكله. بس القصه كلها ده حته ايه، لو انت جيت تقول ديسبلاي برضه اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف، عندك الانترفيس اب والانترفيس كلها سحبه اي بيهات في الايه في الجلوبال، فكده بالنسبه لك الدنيا ايه سليمه مفيش فيها مشكله. فاضل لك حته اخيره اللي انت هتعمل ايه، عاوز تعمل استاتيك ايه استاتيك روت. يعني احنا عارفين اوريدي الراوتر اللي هو ار 4 ما يعرفش الشبكه اللي هي 2001 ولا يعرف الشبكه 2002، فاحنا عاوزين نعرفه الشبكات دي. طيب هتعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك هتيجي تقول له اي بي فيرجن 6 روت ايه؟ روت استاتيك، روت داش استاتيك. انا عاوز اعمل روت استاتيك بالاي بي فيرجن 6، عاوز اعرفه الشبكه اللي هي كام؟ اللي هي 2001. 2001 الماسك بتاعها كام؟ 64. هتروح للنكست هوب كام؟ هتروح للنكست هوب ب 2003 كام؟ 2. ده ايه؟ ده أول معلومة. وأقول له لو أنت عاوز تروح للشبكة برضه 2002 هتعمل ايه؟ هتروح ل 2003. يبقى كده انت عملت على الراجل ده ايه؟ استاتيك روت. يبقى الراجل ده اصبح عنده الشبكات ايه؟ كلها. نفس الفكره هتيجي على الراوتر ار 1 وتبتدي تعرفه الشبكتين الايه؟ الريموت. هتخش على سيستم فيو هتقول له اي بي فيرجن 6 روت استاتيك، انا عاوز اعمل ايه؟ روت استاتيك علشان اروح للشبكه اللي هي 2000 وكام؟ 2002. هعمل ايه؟ قال لك هتروح للنكست هوب اللي هو كام؟ هتروح نيكست هوب 2001 كام؟ 2. هتروح نيكست هوب 2001 كام؟ 2. ده على ار ايه؟ 1. وبالمثل برضه هتقول له عشان تروح للشبكه 2000 وكام؟ و3 هتطلع على نفس الايه؟ نفس النيكست ايه؟ يبقى الراجل ده برضه عرف الايه؟ الشبكات التانيه. طيب الراوتر ار 3 نفس الكلام، لازم يعرف الايه؟ الشبكتين التانيين. خش على السيستم فيو هتقول له اي بي فيرجن 6 روت استاتيك، انا عاوز اعمل ايه؟ استاتيك رود علشان تروح للشبكه 2001 بيرفكس 64، هتروح ل 2002 كام؟ 2. ده الايه؟ ده النكست هوب بتاعك. علشان تروح للشبكه 2003 هتروح برضو لنفس الايه؟ النكست هوب. يبقى كده بالنسبه لك كل الشبكات ايه انت عرفتها. لو انت جيت تشوف ديسبلاي اي بي فيرجن 6 راوتنج، انا عاوز اشوف الايه الراوتنج، هيظهر معاك فعلا الايه الشبكات اللي احنا ايه اللي احنا عاملينها بالايه بالاستاتيك ايه روت. هيظهر معاك الشبكات اللي احنا عاملينها بالايه بالاستاتيك روت مع بعض. انا عندك ايه دايركت، لو انت بصيت هنا هتلاقي عندك الايه الشبكات. تعالوا نعرض تاني مع بعض ديسبلاي ديسبلاي اي بي فيرجن 6 راوتنج. لو انت جيت اوريدي تبص على اي بي فيرجن 6 ايه راوتنج بيظهر معاك الايه الاستاتيك ايه روت. لو انت جيت تبنج، لو انت جيت اوريدي تبنج، يعني لو انا جيت هنا هبنج بقى على الايه على الدنيا بتاعتي، لو انت جيت تبنج تعالى بنج على الايه النتورك بتاعتك اهو، محتاج ان انا ايه ابنج. مثلا هنا هعمل بينج، بينج اي بي فيرجن 6، عاوز ابنج مثلا من هنا على الشبكه اللي هي كام؟ 2002 كام؟ 2. بدأ يرد عليك فعلا، يبقى كده الراوتنج ايه؟ اشتغل. طب لو انت هتبنج على 2003، يعني تعالى كده بنج على ايه؟ على 2003 برضه نفس الكلام، 2003 بيبنج عندك عادي. طب لو جيت من راوتر ار 2 اهو بنج اي بي فيرجن 6 هتبنج على كام؟ قال لك هبنج على الشبكه اللي ما كانتش بتبنج معايا اللي هي الشبكه 2000 وكام؟ 2001. برضه هتلاقي عندك ايه؟ نفس الايه؟ نفس المشكله. ليه؟ لان احنا قلنا الحته دي ايه فيها هانج بس، يعني حتى في الراوتنج تيبل
لو انت لاحظت هتلاقي حتى الاستاتيك روت ما نزلتش معاك، يعني احنا عملنا ستاتيك روت هو ما نزلش اوريدي. يعني لو انت جيت هنا حتى تقول ديسبلاي اي بي فيرجن 6 راوتنج، هتلاقي برضو ايه عندك هنا المسارات نزلت. يعني على الراجل ده لو احنا جينا نبص كده على الايه، على الراجل ار 2، تعالى بص معانا على ايه، على ار 2 ده حاجات ايه دايركت، اهي كله نازل دايركت دايركت. هتلاقي حتى مسارات الايه الاستاتيك ما ايه ما نزلتش، بس انت اوريدي بتقدر تبنج. يعني كده في هانج عندك في الايه في النتورك، يعني موجود في هانج. يعني الراجل ده بيبنج عادي اهو، بينج اي بي فيرجن 6 تمام. اي بي فيرجن 6 كام؟ هو 2003 شبكه ريموتلي خالص بعيد عنه تمام. 2003 2 شبكه ريموتلي بيبنج معاك. الفكره بقى خلاص كده، يبقى اللاب بالنسبه لك شغال. ممكن انت تجرب دلوقتي اللاب على الانس بي هتلاقيه شغال، بس هي الفكره كلها بيحصل ساعات هانج اثناء الايه، اثناء الكونفيجريشن، علشان محدش يقلق وهو بيعمل الايه الكونفيجريشن. طبعا مش في كل الحالات بيحصل، في بعض الحاجات او بعض الايه الفيتشرز ممكن يعمل الهانج ده معاك ايه مشكله.